وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف غادة جابر، الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية. أستاذة غادة، بعد التحية، ما هي قراءتك لهذه القمة التي تجمع الرئيس السيسي بنظيره الموريتاني، دلالة التوقيت والرسالة وراء هذه القمة؟ بالطبع يا فندم، فنحن نتحدث عن العلاقات المصرية الموريتانية الممتدة عبر العصور والأزمنة المختلفة. فهناك يعني علاقات ثنائية وأواصر تاريخية ما بين مصر وموريتانيا عبر التاريخ، ولكن لو هنتحدث عن التاريخ الحديث فنستطيع أن نقول منذ عام 2013 وأصبحت العلاقة ما بين مصر وموريتانيا شديدة التعاون وشديدة الشراكة في العديد من المجالات وخاصة منها الأمنية. فإذا تحدثنا يعني قبل هذه الزيارة، كان في شهر فبراير الماضي كان هناك زيارة من وزير الدفاع الموريتاني إلى جمهورية مصر العربية، وكان بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسفير موريتانيا بالقاهرة، وكان هناك تعزيز وتجديد على العلاقة القوية ما بين مصر وموريتانيا خاصة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وأن موريتانيا لها دور قوي في هذا المجال في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، ومصر أيضا لها الدور الريادي في هذا الملف. فهناك تعاون بقوة في الناحية الأمنية وناحية السلام ومكافحة الإرهاب ما بين مصر وموريتانيا. وإذا تحدثنا عن العلاقات والشراكة أيضا، فيعني نحن نرى دائما أن الدولة المصرية لديها العديد من التعاونيات مع الدول المختلفة وخاصة الدول الأفريقية من أجل تعزيز التعاون ومن أجل تعزيز الدبلوماسية المصرية القوية والتعاون مع الدول المختلفة. فنحن نتحدث أيضا عن علاقة قوية ما بين مصر وموريتانيا من الناحية الاقتصادية والتجارية. صحيح. يعني فإذا تحدثنا بالتطور ما بين مصر وموريتانيا في هذا الأمر، فهناك حجم تبادل تجاري ما بين مصر وموريتانيا بلغ 42 مليون دولار وتسعة من عشرة مقابل 38.5 في عام 2021-22. يعني هناك صادرات وواردات متبادلة ما بين مصر، وهناك أيضا تعزيز وتعاون قوي من الناحية التجارية والاقتصادية وخاصة في الثروة الحيوانية والثروة الزراعية ومجالات الصيد والصناعات الأدوية، العديد الحقيقة من المجالات التي تستطيع مصر وموريتانيا أن يكون هناك شراكة قوية ما بين البلدين. وأعتقد أن هذه القمة بتسعى إلى تعزيز هذه صحيح. الشراكة وإلى تحقيق المزيد من النمو والتنمية، وخاصة أن الدول الأفريقية على رأسها مصر بتسعى دائما أن يكون هناك تعزيز الأمن والسلم والتنمية المستدامة. إلى جانب هذه القضايا الاقتصادية والسياسية الإفريقية والعربية، هناك أيضا البعد الثقافي والتعليمي ما بين مصر وموريتانيا. هناك آلاف الخريجين من الموريتانيين من المعاهد والجامعات المصرية. هذا الرابط الحضاري والثقافي ما بين البلدين كيف تقرأينه؟ بالطبع، يعني حضرتك بتتحدث عن نقطة بتتخطى يعني أو تم فعلا يعني التعاون ما بين مصر وموريتانيا عبر الأزمنة والتاريخ من أجل الثقافات والتعليم وتبادل الخبرات. ونحن نتحدث عن الأزهر الشريف وخريجي الأزهر من حاملي الجنسيات لجنسية موريتانيا، يعني تتخطى الآلاف. فهناك الحقيقة تعاون كبير وزخم كبير في هذا الأمر منذ عدة سنين وعلى مدى حقب مختلفة من الزمن. ونحن نتحدث ايضا عن تعاون، يعني نحن نتحدث عن جمهوريه موريتانيا الاسلاميه، وهناك توافق ما بين الاديان والثقافات والترابط الثقافي والموروثات الثقافيه والتعليم. صحيح. فاعتقد ان هذا الامر خاص جدا ما بين مصر وما بين موريتانيا على مر العصور، وطبعا ده بيؤدي الى مزيد من توطيد العلاقات والى مزيد من التعاون والتفاهم والى مزيد من المزج ما بين الحضارتين المصريه والموريتانيه، وده طبعا بيعزز الشراكات والتعاونيات المختلفة التي تسعى إليها كل من موريتانيا ومصر، وخاصة نحن الآن في عالم يعني واجه الكثير من الصعوبات وواجه الكثير من التحديات. فواجب على الدولة المصرية، وأعتقد أن هذا ما تسعى إليه دائما الدولة المصرية في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحن نرى أن هناك انفتاحات مختلفة على جميع الدول التي لم يكن لها دور تعاوني بقوة على مر السنوات السابقة. فتم إعادة هذا الملف بقوة دبلوماسية قوية مصرية ما بين جميع الدول الإفريقية والعربية، وهذا يعني أمر ضروري في مواجهة التحديات التي تواجه هذه الدول في ظل هذا التخبط في النظام العالمي وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجه جميع دول العالم. فأعتقد أن إعادة التعاون والترابط ما بين الدول العربية والإفريقية والدولة المصرية
لازم الامر ان يكون موجود بقوه لمواجهه هذه التحديات. واعتقد وجميعنا نرى ان الدوله المصريه بتسير بخطى ثابته في هذا الامر وبقوه. اشكرك شكرا جزيلا دكتوره غاده جابر، الكاتبه والباحثه في العلوم السياسيه.